بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إن
ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء ولا في السماء الحمد لله وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق لسعيها
وإلى الأرض كيف سطحت
أفلا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الرحمن الرحيم.
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
Oh,